بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس الخامس. القرآن حيث قال سبحانه: إن هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وما وصف الله به نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. ولهذا من قرأ هذه الآية لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيء ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وقوله سبحانه: وهو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وقوله: فتوكل على الحي الذي لا يموت. وقوله: بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولهذا قد دخلت هذه الجملة حتى يصبح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف وسمى به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، ثم ذكر السورة وما وصف وسمى به نفسه في آية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب الله، ثم ذكر الآية. قوله رحمه الله: قد دخل في هذه الجملة، يريد ما سبق من قوله إن الله سبحانه وتعالى جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. قد سبق أنه قال: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. فأراد أن يوجد شواهد لهذه القاعدة، لأن هذه قاعدة، جمعه سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته بين النفي والإثبات، هذه قاعدة عظيمة. النفي معناه نفي النقائص عن الله سبحانه وتعالى، وتنزيه الله عن النقائص. والإثبات المراد به إثبات الكمال، الكمال المطلق الذي لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه، هذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. فأراد رحمه الله أن يذكر شواهد لهذه القاعدة العظيمة، فأورد آيات من القرآن كثيرة، وأورد أحاديث بعدها عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة سيأتي ذكرها وبيانها. وصدر هذه الآيات بسورة الإخلاص وبآية الكرسي. سورة الإخلاص سميت بذلك لأنها خلصت من توحيد الله سبحانه وتعالى، ليس فيها شيء إلا التوحيد، لم تذكر فيها أحكام ولا أخبار، وإنما ذكر فيها يعني أخبار عن الأمم، وإلا ذكر فيها الخبر عن الله، لكن لم يذكر فيها أخبار عن الأمم، وإنما ذكر فيها توحيد الله سبحانه وتعالى، توحيد العلم الخبري. ولهذا سميت سورة الإخلاص لأنها خلصت بهذا الشيء. وسميت سورة الإخلاص أيضا لأنها تخلص من اعتقد ما ذكر فيها من الشرك، تخلص من اعتقد ما فيها من الشرك، فهي خالصة ومخلصة، خالصة في نفسها للتوحيد، ومخلصة لمن اعتقد ما دلت عليه من الشرك. تعدل ثلث القرآن، ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قل هو الله أحد، تعدل ثلث القرآن. في أحاديث ذكروا أنها بلغت حد التواتر، ثبت ثبوتا متواترا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية مؤلفا مستقلا سماه جواب أهل العلم والإيمان، جواب أهل العلم والإيمان أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. وفسرها الإمام ابن القيم بتفسير مستقل سماه تفسير سورة الإخلاص، وهو مذكور في أو مطبوع في آخر بدائع الفوائد، مطبوع في آخر بدائع الفوائد، فسر سورة الإخلاص والمعوذتين.
وللإمام ابن رجب رحمه الله رسالة في تفسير سورة الإخلاص غير كلمة الإخلاص، ورسالة في لا إله إلا الله كلمة الإخلاص، وله رسالة في تفسير سورة الإخلاص. وإنما اهتم هؤلاء الأئمة بهذه السورة لعظمها. ولماذا تعدل ثلث القرآن؟ كما ذكرت لكم الشيخ تقي الدين ألف رسالة سماها جواب أهل العلم والإيمان في أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. ذكر فيها قال العلماء بلغت مجلدا فقيها. خلاصة ما ذكر الله أعلم أنها سميت كأنها تعدل ثلث القرآن لأن القرآن على ثلاثة أقسام. القرآن على ثلاثة أقسام. القسم الأول التوحيد، ما يتحدث عن التوحيد خالصا. القسم الثاني ما يتحدث عن أخبار الأمم الماضية وأخبار يوم القيامة والجنة والنار. قسم الأخبار عن الماضي وعن المستقبل، يخبر سبحانه وتعالى عن الماضي للأمم وعن المستقبل للخليقة وما تسير إليه في الدار الآخرة. هذا يسمى قسم الأخبار. القسم الثالث قسم الأحكام، بيان الحلال والحرام، الأحكام الفقهية، بيان الحلال والحرام، وهو ما يسمى بآيات الأحكام، الأحكام يعني الفقهية. فهو سورة الإخلاص خلصت من القسم الأول وهو قسم التوحيد، فلذلك عدلت ثلث القرآن، يعني في الدلالة والفضل، في الدلالة والفضل. فهي في الفضيلة تعدل ثلث القرآن، وفي الدلالة وهي أنها تدل على التوحيد الذي هو ثلث القرآن. هذا وجه تسميتها أو الإخبار بأنها تعدل ثلث القرآن. وسبب نزول هذه السورة ما ورد أن المشركين أو اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك أو صف لنا ربك، فأنزل الله عليه هذه السورة قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد. هذا سبب نزول هذه السورة. وقد ثبت عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلاً كان يقوم الليل ويردد هذه السورة لا يقرأ بغيرها، يعني بعد الفاتحة يرددها، فأعجب ذلك هذا الرجل واستغرب، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره عن خبره وأنه يردد هذه السورة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها تعدل ثلث القرآن. وأيضاً ورد أن جماعة كانوا مسافرين اتخذوا لهم إماما يصلي بهم، فكان يختم قراءته بسورة الإخلاص، فقالوا له في ذلك فأبى أن يترك هذه العادة، كلما قرأ شيء من القرآن ختمه بسورة الإخلاص. فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم يفعلونه حالة هذا الإمام، فسأله النبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سلوه لماذا يفعل ذلك؟ فقال الرجل إنها صفة الرحمن وإني أحبها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه، قال إنها صفة الرحمن وأنا أحبها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. هذا دليل على فضل هذه السورة العظيمة. قوله تعالى قل، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أي قل يا محمد. وفي هذا دليل على أن القرآن من عند الله، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو مبلغ عن الله. فلو كان القرآن من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل لنفسه قل، وإنما الذي قال له قل هو الله سبحانه وتعالى، فهو مبلغ عن الله عز وجل، لأن الله قال له قل فقال للناس. سمعنا من بعض الزنادقة في هذا العصر أنه يريد أن يحذف كلمة قل من قل هو الله أحد ومن قل أعوذ برب الفلق ومن قل أعوذ برب الناس، يقول ما له داعي تذكر هذه الكلمة، هذا إلحاد والعياذ بالله، كفر، كفر بالله، لأنه يريد أن يحذف شيئا من كلام الله عز وجل. وعرفنا الحكمة في بقاء هذه الكلمة، وهي أنها تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ
عن الله، وأن القرآن كلام الله عز وجل وليس هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم، كما أنها تدل أيضا على وجوب الجهر بالتوحيد، وجوب الجهر بالتوحيد وبيانه للناس، عكس الذين يقولون لا تذكروا التوحيد، الناس كلهم مسلمون ولا حاجة إلى أننا نذكر التوحيد ونرد على المشركين وعلى الكبوريين، الناس كلهم مسلمون، وهذا ينفر الناس، هذا ينفر الناس ويفرق بين الناس. فهذه الآية ترد عليها لأنها تأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ هذه السورة، وهي توحيد خالص أن يقول للناس هذه السورة، وهي توحيد خالص، دلت على الجهر بالتوحيد وأن ذلك لا بد منه، لا بد من بيان التوحيد وبيان الشرك من أجل أن يحيى من حي عن بينه ويهلك من هلك عن بينه، ولا يبقى الأمر ملتبسا. والدين ليس فيه مجاملة لأحد، الدين والعقيدة ليس فيها مجاملة لأحد، من أراد أن يغضب من بيان التوحيد فليغضب، لا بد من بيان التوحيد وشرحه للناس وإيضاحه للناس، ولا تقوم الدعوة إلا على هذا، لا تقوم الدعوة إلى الإسلام إلا على هذا، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. فالتوحيد والدعوة إلى التوحيد هي الأصل والأساس الذي يبدأ به ويبين للناس، ولا يعتبر هذا تنفيرا وإنما يعتبر هذا تعليما، تبعوا هذا تعليما، وإلا ما الفائدة في اسم الإسلام إذا لم يكن قائما على التوحيد والإخلاص لله عز وجل؟ ما فائدة من ذلك؟ التسمي بالإسلام لا ينفع بدون حقيقة، قل يا محمد هو الله أحد، هذه جملة، الله أحد جملة مكونة من مبتدأ وخبر، هو هذا المبتدأ، الله هذا الخبر، أحد خبر ثاني، ولا مانع من تعدد الأخبار لمبتدأ واحد، يقول ابن مالك وأخبروا باثنين أو بأكثر عن واحد كهم سرات شعراء، يجوز تعدد الأخبار لمبتدأ واحد، هو الله أحد، ومعنى أحد أحد، هذه جملة، الله أحد جملة مكونة من مبتدأ وخبر، هو هذا المبتدأ، الله هذا الخبر، أحد خبر ثاني، ولا مانع من تعدد الأخبار لمبتدأ واحد، يقول ابن مالك وأخبروا باثنين أو بأكثر عن واحد كهم سرات شعراء، يجوز تعدد الأخبار لمبتدأ واحد، هو الله أحد، ومعنى أحد أي لا شريك له، أحد أي لا شريك له في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، فهو أبلغ من واحد، أبلغ من كلمة واحد، أحد أبلغ من واحد. قالوا ولا يأتي كلمة أحد في الإثبات إلا لله، وإنما يأتي لغير الله على سبيل النفي فقط، فتقول ما في الدار أحد، ما حضر أحد، ما جاء أحد، ما رأيت أحدا، فأحد لا تأتي في الإثبات إلا لله كما هنا الله أحد على إثبات، أما لغير الله فإنما تأتي في سياق النفي كما ذكرت لك، فقوله الله أحد هذا إثبات، الله الصمد هذه جملة ثانية، الله الصمد، الصمد له تفاسير كثيرة ولكنها مترادفة من حيث المعنى، فسر الصمد لأن المراد به لم يلد ولم يولد، فتكون الآيات التي بعده مفسرة له، وهذا تفسير جيد لأن أجود التفاسير تفسير القرآن بالقرآن، فمعنى أحد لم معناه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فيكون بقية السورة مفسرة لقوله أحد، مفسرة لقوله الصمد، مفسرة لقوله الصمد، ما بعده مفسر له، وهذا تفسير جيد ومروي عن بعض السلف، فمن فسر به فهو حق، فيقول معنى الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. التفسير الثاني أن الصمد هو السيد الذي كمل في شعبده، الصمد السيد الذي كمل في شعبده وملكه وهو الله سبحانه وتعالى. التفسير الثالث أن الصمد
هو الذي تصمد الخلائق بحوائجها إليه. تصمد أي تقصد، تصمد أي تقصد حوائجها إليه سبحانه وتعالى. التفسير الرابع الصمد الذي لا جوف له، الذي لا جوف له، لأن الذي له جوف يكون فقيرا يحتاج إلى طعام وشراب، الله جل وعلا غني عن ذلك، وهو يطعم ولا يطعم، يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى، وغني عن الأكل والشرب والحاجة إلى غيره سبحانه وتعالى. هذا معنى الصمد، معناه الغني بذاته عن غيره، الصمد الذي لا جوف له سبحانه وتعالى. وكلها تفاسير صحيحة، وهناك تفاسير أكثر من هذا، وكلها صحيحة معناها واحد، فهو سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وهو الذي تصمد الخلائق بحوائجها إليه، وهو السيد الذي كمل في شعبده، وهو الذي لا جوف له ولا يحتاج إلى غيره سبحانه وتعالى. كلها تفاسير صحيحة. الله اصطمد، لم يلد، ليس له ولد سبحانه وتعالى. هذا فيه رد على المشركين الذين يقولون الملائكة بنات الله، ورد على اليهود والنصارى، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. الله جل وعلا لم يلد، ليس له ولد، لأن الولد جزء من الوالد يشبهه، والله جل وعلا لا شبيه له ولا شريك له، الولد جزء من الوالد، وجعلوا له من عباده جزءا يعني ولدا. إن الإنسان لكفور مبين، والولد يشبه أباه، والله جل وعلا لا شبيه له سبحانه وتعالى. لم يلد ولم يولد، ليس له بداية سبحانه وتعالى، لأن الذي يولد له بداية، كان معدوما، الذي يولد كان معدوما قبل ولادته، ثم وجد بالولادة فصار له بداية. الله جل وعلا ليس له بداية وليس له نهاية سبحانه وتعالى، فنفى أنه يولد، أنه قد ولد، لأنه لا بداية له سبحانه وتعالى، أول بلا بداية، آخر بلا نهاية، لم يلد ولم يولد. وأيضا الذي يلد ويولد يورث، الذي يلد ويولد يموت ويورث، والله جل وعلا حي لا يموت ولا يورث، بل هو الوارث سبحانه وتعالى. إلا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون، فلا يليق به سبحانه وتعالى أن يكون مولودا من غيره، ولا يكون والدا لغيره سبحانه وتعالى، لا بداية له فلا يكون مولودا، ولا نهاية له، لأن الذي يلد يموت ويورث، ولأن الذي يلد يكون ولده شبيها له، كما قال الشاعر بأبيه اقتدى عدي في الكرم ومن يشابه أباه فما ظلم. الولد شبيه للوالد، ويرث الوالد في صفاته، يسمونها الوراثة، الأطباء يسمون التوالد الوراثة، توارث الآباء والأولاد في الصفات والأخلاق وحتى الأمراض والآفات، يسمونها مرض الوراثة، هذا بسبب التوالد. فالله جل وعلا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الكفو هو المكافي، وهو الشبيه والنظير والشريك، الله جل وعلا لا يشبهه أحد، لا يكافيه أحد، أي لا يشبهه أحد ولا يشاركه أحد ولا يضاهيه أحد سبحانه وتعالى، ولم يكن له كفوا أحد. مثل قول ليس كمثله شيء، ومثل قول هل تعلم له سمية إلى غير ذلك، هذا معنى وليس له كفوا أحد. فهذه الصورة اشتملت على ما قاله الشيخ رحمه الله من النفي والإثبات. قوله تعالى هو الله أحد هذا إثبات، الله الصمد هذا إثبات، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد هذا نفي. في الآيتين الأوليين إثبات الكمال لله عز وجل، وفي الآيات الباقية نفي النقص عن الله سبحانه وتعالى.
نفي الولادة والولد ونفي المماثلة له سبحانه وتعالى، فقد جمعت بين النفي والإثبات فدلت على صحة القاعدة التي ذكرها الشيخ رحمه الله. وفي أعظم آية في كتاب الله، إذا قيل لك ما أعظم آية في كتاب الله؟ إيش يسألونك أهل الجوائز وأهل الألغاز، يقول لك ما أعظم آية في كتاب الله؟ فماذا تقول؟ تقول آية الكرسي. أعظم آية في كتاب الله هي آية الكرسي. وإذا قيل لك ما أعظم سورة في كتاب الله؟ أعظم سورة، تقول سورة الفاتحة. أعظم سورة في كتاب الله سورة الفاتحة، وأعظم آية في كتاب الله آية الكرسي. إذا قيل لك ما أطول آية في كتاب الله؟ آية الدين. أطول آية في كتاب الله آية الدين، لأنها استغرقت صفحة كاملة من المصحف. طيب، وفي أعظم آية في كتاب الله، إيش الدليل على أن آية الكرسي أعظم آية؟ ما السبب في هذا؟ ما الدليل وما السبب؟ أما الدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي بن كعب، أول حديث أبي بن كعب رضي الله عنه، حديث أبي بن كعب، أبي بن كعب رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتدري ما أعظم آية أو أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ أتدري أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ فقال أبي: الله ورسوله أعلم. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية فقال: الله ورسوله أعلم. رد عليه المرة الثالثة فقال: آية الكرسي. قال أبي: آية الكرسي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يهلك العلم أبى المنذر، إن يهلك العلم أبى المنذر، لأنه أدرك الجواب. وهذا هو العلم الصحيح، هذه شهادة من الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب بالعلم: إن يهلك العلم أبى المنذر. فدل هذا الحديث على أن أعظم آية في كتاب الله هي آية الكرسي. الله لا إله إلا هو الآية. الآية في اللغة معناها العلامة، الآية في اللغة معناها العلامة على الشيء، كما قال الشاعر: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. آية يعني دلالة وعلامة. والآيات تنقسم إلى قسمين: آيات كونية وآيات قرآنية. الآيات الكونية مثل السماوات والأرض والخلق والنبات والأشجار والبحار والنجوم، كل هذه آيات كونية، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، لأنها علامات عن عظمة الله سبحانه وتعالى، يعني سميت آيات، هي دلالات وعلامات على عظمة الله سبحانه وتعالى وقدرته جل وعلا. الله لا إله إلا هو، لا إله إلا هو أي لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى. لا إله لا معبود، لأن الإله معناه المعبود، ولا نافية للجنس، وإله اسمها مبني معها على الفتح، خبرها مقدر، تقديره معبود بحق. لا إله معبود بحق إلا هو سبحانه، هذا في لا إله إلا هو كلمة الإخلاص. أما الذين يقدرونه موجود، لا إله موجود إلا هو، فهذا باطل، هذا التقدير باطل. أما الذين يقدرونه موجود، لا إله موجود إلا هو، فهذا باطل، هذا التقدير باطل، لأن هذا تفسير عن وحدة الوجود، لأنه معناها كل المعبودات هي الله. إذا فسرت الآية بهذا أو كلمة الإخلاص بهذا، لا إله أي لا موجود إلا الله، فمعناها كل الموجودات هي الله، وكل المعبودات من الأصنام والأشجار والأحجار هي الله، تعالى الله عن ذلك. لكن إذا جئت كلمة بحق انتفى هذا الباطل، فهناك معبودات لكنها معبودة بالباطل، أما المعبود بحق فهو الله جل وعلا، لا معبود بحق غيره سبحانه، وما عداه فهو معبود بالباطل. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل.
الله أثبت أن هناك من يدعى غيره سبحانه، ولكنه يدعى بالباطل، والذي يدعى بالحق هو الله سبحانه وتعالى فقط. العبادات كثيرة والمعبودات كثيرة، ولكن العبادة حقا هو لله سبحانه وتعالى. لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي أي الذي له الحياة الكاملة، الحي ضد الميت، الحي ضد الميت، فمعنى الحي أي الذي له الحياة الكاملة. فلا يكفي أن تقول الله حي، الله حي لا يكفي هذا، بل تقول الله الحي بالألف واللام لأجل الاستغراق، استغراق الحياة أي الذي له الحياة الكاملة. أما غيره فهو حي ولكنه يموت، غيره حي ولكنه يموت، أما الحي الذي لا يموت فهو الله جل وعلا. القيوم، القيوم، القيوم صيغة مبالغة أي عول، القيوم والقيام صيغة مبالغة من القيام، صيغة مبالغة من القيام، والقيوم أبلغ من القيام لأن الواو أقوى من الألف يقولون. ومعنى القيوم القائم بنفسه والمقيم لغيره، القائم بنفسه سبحانه وتعالى المقيم بغيره. وإن شئت قلت الغني بنفسه، الغني بنفسه عما سواه الذي يحتاج كل أحد إليه سبحانه وتعالى، هو لا يحتاج إلى أحد وكل أحد يحتاج إليه، فهو قائم بنفسه سبحانه بمعنى أنه غني بنفسه، ومقيم لغيره بمعنى أن غيره يحتاجون إليه، السماوات والأرض والعرش والكرسي والملائكة والجن والإنس وكل مخلوق فهو محتاج إلى الله، لولا الله لفني هذا المخلوق وانعدم، لولا الله لم يوجد هذا المخلوق، لولا الله لم يوجد هذا المخلوق، ولولا الله يمده، لولا الله، لولا أن الله يمده بالإمدادات التي تقيمه وتبقيه لما بقي ولهلك كل شيء. الله جل وعلا هو القائم بنفسه المقيم لغيره، هذا معنى القيوم. والحي القيوم يقولون هما أعظم الصفات، الحي القيوم هما أعظم الأسماء والصفات، أعظم الأسماء والصفات، لأن الحي ترجع إليه كل صفات الذات، والقيوم ترجع إليه كل صفات الأفعال، لأن صفات الله على قسمين، صفات ذاتية وصفات فعلية، الخلق والرزق والإحياء والإماتة هذه فعلية، هذه فعلية، العلم والسمع والبصر والقدرة والإرادة هذه صفات ذاتية، صفات ذاتية، فالحي ترجع إليه صفات الذات، والقيوم ترجع إليه صفات الأفعال كلها. ولذلك ورد أن الحي القيوم هما اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. حي القيوم ورد أنهما اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، حي القيوم. ثم قال لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا لكمال قيوميته سبحانه وتعالى وكمال حياته سبحانه وتعالى. الحي القيوم بكمال حياته وكمال قيوميته لا ينام ولا تأخذه السنة، السنة هي النعاس، السنة النوم الخفيف وهو النعاس ويكون بالعين، أما النوم فهو النوم الثقيل ويكون بالقلب، النوم الثقيل والغلبوبة الثقيلة أن تكون بالقلب. الله نفى عن نفسه سبحانه النوم الخفيف والنوم الثقيل، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا نوم خفيف يسير ولا نوم ثقيل، لأنه الحي القيوم. وإنما النوم من صفات الناقص، من صفات المخلوقين لنفسهم ولنفس حياتهم ولنفس قيوميتهم فهم ينامون، ولهذا جاء في الحديث إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام سبحانه وتعالى. فالنوم صفة نقص والنعاس وهما منفيان عن الله سبحانه وتعالى، أنه الحي القيوم. والنوم موت أيضا، النوم نوع من الموت، قال تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل
ويعلم ما جرحتم بالنهار، وتوفاكم بالليل بأي شيء؟ النوم، النوم وفاة. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فالنوم موت. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ يقول الحمد لله الذي أحياني بعدما أمات، الحمد لله الذي أحياني أو أحيانا بعدما أماتنا. النوم موت، ولهذا نفي عن الله سبحانه وتعالى. لا تأخذه سنة ولا نوم، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من ذا؟ هذا نفي، أي لا أحد. من استفهام إنكار، معناه النفي، أي لا أحد يشفع عنده أي يتوسط عنده في قضاء حوائج المخلوقين إلا بإذنه سبحانه وتعالى. الشفاعة معناها الوساطة في قضاء الحوائج عند من هو عنده، عند من يملكها، هي الوساطة في قضاء الحوائج عند من يملكها، هذه هي الشفاعة. سميت شفاعة لأن طالب الحاجة منفرد في الأول، فإذا جاءت الواسطة انضمت إليه صار شفعا بعد أن كان وطرا. صاحب الحاجة كان منفردا في طلبها وطرا، فلما جاءت الواسطة انضمت إليه فصار شفعا بعد أن كان وطرا، فلذلك سميت شفاعة. والشفاعة عند الله سبحانه وتعالى ليست كالشفاعة عند غيره، أي التوسط عند الله في قضاء حوائج الخلق، ليست التوسط عند الخلق بعضهم مع بعض. الخلق يشفع عنده ولو لم يأذنوا، وقد يكونون كارهين للشفاعة، لكن يضطرون إلى القبول لأنهم بحاجة إلى الناس، بحاجة إلى وزير، بحاجة إلى وجيه يساعده، ولو لم يشفع ربما أن الناس ينقمون عليه وهو يريد التقرب إلى الناس. أما الله جل وعلا فإنه غني عن الخلق، هذا من ناحية. الناحية الثانية أن الخلق بحاجة إلى الشفاعة عندهم لأنهم لا يعلمون حوائج الناس، فهم يبلغون عنها، الملك أو الرئيس أو الوزير لا يعلمون حوائج الخلق، يحتاجون إلى من يبلغهم عنها. أما الله جل وعلا فإنه يعلم كل شيء، لا يحتاج إلى أن أحد يعلمه، ترى فلان يحتاج، ترى فلان يريد كذا وكذا، ما يحتاج سبحانه وتعالى، هو يعلم، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، فلا حاجة إلى أن أحد يبلغ. ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. الله جل وعلا يعلم حوائج الخلق، فلا حاجة إلى، لا حاجة إلى أنك تروح تحط واسطة بينك وبين الله، ادعو الله مباشرة، ادعو الله مباشرة، وهو يعلم سبحانه وتعالى ويسمع ويجيب، فلا حاجة إلى أن توسط بينك وبين الله في الدعاء. إذا وسطت بينك وبين واحد في الدعاء فمعناه أنك تصف الله بأنه لا يعلم عنك حتى يضل. ولهذا قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لكنه سبحانه قد يأذن لبعض الشفعاء إكراما لهم، إكراما للشافع ورحمة بالمشفوع، لا من أجل أنه لا يعلم، ولكنه يأذن بالشفاعة إكراما للشافع ورحمة بالمشفوع. الشفاعة عند الله لا تصح إلا بشرطين، الشرط الأول أن تكون بإذنه بخلاف المخلوق فإنها تقع ولو لم يأذن، الشرط الثاني أن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد. أما المشرك فلا تجوز الشفاعة فيه، قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. فالمشرك والكافر لا تقبل فيهم شفاعة ولا يشفع فيهم أحد عند الله سبحانه وتعالى. وأما أهل التوحيد العصاة الذين يستحقون دخول النار فهم الذين تنفع فيهم الشفاعة إذا أمن الله جل وعلا. ولهذا يقول في هذه الآية من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني في قوله ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهم في التوحيد. أما الكفار فإنه لا يرتضيهم، ويقول سبحانه وتعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله، هذا الشرط الأول، ويرضى هذا الشرط الثاني. يأذن الله لمن؟ للشافع، ويرضى عمن؟ عن المشفوع فيه، هذا من الشرطان. فبذلك افترقت الشفاعة عند الله
عن الشفاعة عند المخلوقين، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه أي لا أحد، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. هذا فيه وصف الله بالعلم المحيط بكل شيء، ما بين أيديهم أي ما قبلهم، وما خلفهم أي ما بعدهم، فهو يعلم ما كان وما يكون سبحانه وتعالى، محيط به ولا يحيطون بشيء من علمه. أما المخلوقون فإنهم لا يعلمون إلا ما علمهم الله، العلم كله لله سبحانه وتعالى. أما المخلوق فإنه لا يعلم إلا ما علمه الله، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. المخلوق إنما يكتسب العلم من الله سبحانه وتعالى، الله هو الذي يعلم، علم الإنسان ما لم يعلم، علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، ويقول لنبيه صلى الله عليه وسلم وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان قول الله عليك عظيما. ويقول جل وعلا ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. الملائكة تقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. آدم عليه السلام يقول الله علم آدم، فآدم ما حصل على هذا العلم من ذاته وإنما بتعليم الله، وعلم آدم الأسماء كلها. ويقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وقل رب زدني علما، فالعلم لله سبحانه وتعالى، ولا أحد يحصل على شيء منه إلا بتعليم الله سبحانه وتعالى. واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالعلم كله لله سبحانه وتعالى، وإنما يحصل العلم للبشر أو للملائكة بتعليم الله سبحانه وتعالى. هذا معنى قوله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وقيل معناه والله أعلم ولا يحيطون بشيء من علمه أي لا يعلمون عن الله وأسمائه وصفاته إلا ما علمهم الله، كما قال تعالى ولا يحيطون به، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. فهو يعلم الخلائق والخلائق لا تعلمه سبحانه وتعالى إلا ما علمهم الله عن نفسه سبحانه وعن أسمائه وصفاته. فلا يجوز القول على الله بلا علم، لا يجوز أن يوصف الله أو يسمى الله إلا بما وصف وسمى به نفسه، لأنه أعلم بنفسه وبغيره كما سبق. والمعنيان صحيحان، المعنيان صحيحان، فالمخلوق لا يحصل على العلم سواء كان هذا العلم في أسماء الله وصفاته أو كان هذا العلم عاما في التوحيد وفي الحلال والحرام وفي الأخبار الماضية والمستقبلة. لا، المخلوق لا يعلم ذلك إلا بتعليم الله سبحانه وتعالى. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض، الكرسي مخلوق، الكرسي مخلوق وهو أعظم من السماوات، والعرش أعظم من الكرسي. وقد جاء في الحديث ما السماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي إلا كسبعة دراهم ألقيت في كرسي، الأرضون السبع السماوات السبع والأرضون السبع كسبعة دراهم ألقيت في كرسي. وش نسبة الدراهم إلى الكرسي؟ تكون الدراهم قليلة بالنسبة للكرسي، والكرسي فسر بأنه الأرض الواسعة أو فسر بأنه ما يستجل به من السلاح. والكرسي، الكرسي على عظمه وسع السماوات والأرض، بالنسبة للعرش كحلقة في أرض ثلاث، كحلقة ألقيت في أرض ثلاث، لو جبت حلقة وألقيتها في أرض ثلاث ماذا تكون نسبة الحلقة للثلاث؟ تكون صغيرة جدا. فالكرسي على عظمه بالنسبة للعرش كالحلقة إذا ألقيت في أرض ثلاث، فالعرش أعظم المخلوقات، والله جل وعلا مستوى على العرش وهو أعظم من كل شيء سبحانه وتعالى. إذا كانت هذه عظمة مخلوقاته فكيف بعظمته هو سبحانه وتعالى؟ هذا يدل على عظمته سبحانه. وسع كرسيه، والكرسي غير العرش، عرفتم أن الكرسي غير العرش، وأنه جاء في الحديث أنه موضع القدمين، موضع القدمين جاء في الحديث. أما من فسر الكرسي بأنه العلم ونسب ذلك إلى ابن عباس وسع كرسيه أو وسع علمه، هذا قول باطل، هذا قول باطل. فالكرسي غير العلم، كرسي مخلوق، فالعلم غير مخلوق، كرسي غير العلم.
وسع كرسيه السماوات والأرض. فإذا كانت هذه عظمة الكرسي فكيف بعظمة العرش؟ كيف بعظمة الخالق سبحانه وتعالى؟ وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، أي لا يكرشه يعني يشق عليه، ولا يؤوده يعني يثقله حفظ السماوات والأرض ومن فيهم. فالله هو الذي يحفظ السماوات والأرض، يحفظ العرش والكرسي، ويحفظ السماوات والأرض وجميع المخلوقات، هو الذي يحفظها سبحانه وتعالى، وهو الذي ينظمها، وهو الذي يقيتها سبحانه وتعالى، يحفظها من الزوال ومن الاضطراب ومن التغير ومن الخراب، هو الذي يحفظها. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. السماوات والأرض ومن فيهن كلهم في حفظ الله سبحانه وتعالى وتدبيره وتنظيمه، وإما لو أن الله سبحانه وتعالى تخلى عنهما لتبكبكا وأهلك بعضها بعض. وقد يرى الله بعض عباده شيء من اختلال الكون من أجل أن يستعير كسوف الشمس وكسوف القمر، هذا من التغيرات التي يحدثها الله من أجل أن يبتعد، أن الله قادر على، وفيه دليل على بطلان عبادة الشمس والقمر. كذلك الزلازل وارتجاف الأرض التي إذا حصل يعني ثواني، له الدقائق ثواني قليلة، إذا ارتجت الأرض هلك عالم كثير وخرب ديار كثيرة ورمعت أمم عظيمة في ثواني فقط. من الذي أمسكها عن هذا الزلزال وعلى الحركة؟ إلا الله سبحانه وتعالى. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول. فليس معنى أنه مستوى على العرش أنه محتاج إلى العرش، أو أن كونه فوق السماوات أن السماوات تقله أو تظله سبحانه وتعالى، بل العرش والسماوات كلها محتاجة إليه سبحانه وتعالى، فهو الذي يمسكها وليست هي التي تمسكه سبحانه وتعالى. وإنما هي مخلوقات لمصالح العباد ليست لحاجته هو سبحانه وتعالى، إنه غني عن خلقه كله، العرش والكرسي والسماوات والأرض والخلق كلهم محتاجون إلى الله، والله غني عن الجميع. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد سبحانه وتعالى، ليس بحاجة إلى هذا الخلق، وإنما خلقه لمصالح العباد. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعيد حفظهما. ثم ختم الآية بوصفين عظيمين، وهو العليم العظيم، العلي على خلقه سبحانه وتعالى. العلو ثلاثة أقسام: علو الذات فوق سماواته على عرشه، هذا علو الذات فوق مخلوقاته سبحانه وتعالى. وعلو القهر، فهو سبحانه وتعالى هو الذي يدبر هذا الخلق ولا يخرج أحد عن تدبيره سبحانه وتعالى، ولا يشد أحد عن إرادته سبحانه وتعالى، هذا علو القهر. والثالث علو القدر، فهو الذي لا أعظم منه سبحانه وتعالى ولا أعز منه سبحانه وتعالى. فمعنى العلي أي العلي بذاته، العلي بقدره، العلي بقهره فوق مخلوقاته سبحانه وتعالى. كل أنواع العلو ثابتة له سبحانه وتعالى. الجهمية وتلاميذهم ينفون النوع الأول وهو علو الذات، ويثبتون النوعين الآخرين علو القدر وعلو القهر. أما أهل السنة والجماعة فيثبتون الأنواع الثلاثة، ولهذا أطلق سبحانه قال وهو العليم، هذا إطلاق يشمل جميع أنواع العلو. فمن حدده فإنه قد ألحد في أسماء الله سبحانه وتعالى. نقول العلو المطلق كما دلت على ذلك الأدلة. العظيم، إذا كانت هذه المخلوقات كلها، كل هذه المخلوقات الهائلة العظيمة الواسعة كلها بالنسبة إليه شيء خطير، ليست بشيء بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى، هو الذي يمسكها وهو الذي يدبرها وهو الذي يقيسها ويقيمها، فهذا دليل على عظمته سبحانه وتعالى، ولا شيء أعظم منه جل وعلا. ففي هذه الآية جمع الله بين النفي والإثبات. نرجع لها، قوله تعالى الله لا إله إلا هو، هذا نفي، أليس كذلك؟ نفي الألوهية عما سوى الله وإثباتها لله، نفي وإثبات، أحسن تقول الله لا إله إلا هو نفي وإثبات. نفي الألوهية عما سوى الله وإثباتها
لله سبحانه وتعالى. الحي القيوم هذا إثبات، لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا نفي. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ نفي. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، هذا إثبات. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، هذا نفي. يسمع كرسيه السماوات والأرض، هذا إثبات. ولا يؤوده حفظهما، هذا نفي. وهو العلي العظيم، هذا إثبات. فهذه الآية جمعت بين النفي والإثبات، وفيها ثمان جمل، فيها ثمان جمل، بعضها نفي وبعضها إثبات. فلذلك صارت أعظم آية في كتاب الله عز وجل. ولهذا من قرأها في ليلة لم يقربه شيطان حتى يصبح، لعظم هذه الآية. من قرأها في ليلة عند النوم لم يقربه شيطان حتى يصبح. ما الدليل على هذا؟ الدليل حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله حارسا على زكاة رمضان. زكاة رمضان تجمع، وهو الله أعلم الفطرة بما يظهر أنها فطرة الصيام في آخر الشهر، جعله حارسا على زكاة رمضان مجموعة لأجل توزع على الفقراء. فبينما هو في الليل إذا أحس بشيء يحكو من الطعام، فجاء وأمسكه فقال له إنه صاحب عيال وله حاجة، دعني ولا أعود. فتركه وذهب. فلما أصبح قال له النبي صلى الله عليه وسلم: من فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ علم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قبل أن يخبره أبو هريرة، لأن الله جل وعلا أوحى إليه بذلك: ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ قال إنه أخبرني أنه ذو عيال وأنه ذو حاجة فرحيته ووعدني ألا يعود. قال: لقد كذبك وسيعود. أخبره صلى الله عليه وسلم عما يكون في المستقبل، هذا من المعجزات، المعجزات النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قال من الليلة الثانية جاء وفعل مثل ما فعل الليلة، فقال: لأذهبن بك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألم تكن وعدتني ألا تعود؟ فذكر له الحاجة والفقر وتعهد أنه ما يعود، فأطلقه رحمه وأطلقه. فلما كان من الصباح قال له النبي صلى الله عليه وسلم: من فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ فقال له مثل ما قاله الأول، فقال: كذبك وسيعود. فلما كان في الليلة الثالثة جاء فأمسكه أبو هريرة وقال: لأذهبن بك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه ثالث مرة. فقال: دعني وأعلمك أو أخبرك عن آية إذا قرأتها لم يقربك شيطان حتى تصبح. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فلما أصبح أبو هريرة قال: ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ قال: قال لي كذا وكذا. قال: لقد صدقك وهو كذب، لقد صدقك وهو كذب. يعني ما إلا هذا يصدق، لكن هذه المرة صدق، لأن هذه الآية من قرأها عند النوم فإنه لا يقربه الشيطان ولا يزال عليه من الله حافظ حتى يصبح. هذا شاهد لقول الشيخ التي إذا قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. والشيطان هو العاتي من الجن ومن الإنس، الشيطان هو العاتي المتنجس من الجن أو من الإنس أو من الدواب. من شاق يشيط، شاق الشيء يشيط إذا اشتد، وقيل من شقنا يشطن إذا بعد، لأن الشيطان بعيد عن الرحمة. أو من شاق يشيط لأن الشيطان فيه شدة وشيء وشيطان من الشر، ويكون من الجن ورؤوس رأس الشياطين إبليس، ويكون من كفرة الجن أيضا من ذرية إبليس ومن غيره من الجن، ويكون من الإنس أيضا، يكون من بني آدم شيطان كما قال تعالى: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض ذكر القول غرورا. أدعاة الضلال شياطين، دعاة الضلال والإلحاد الذين يشبهون على الناس، أولئك شياطين يظلون الناس، شياطين الإنس والجن ودابوا بشياطين الإنس لشدة خطرهم، لأنهم يأتون الناس بصورة آدميين وبصورة ناصحين وبصورة إخوة، وهم في الواقع غشاشة مضللون
لذلك خطر شياطين الإنس أشد من خطر شياطين الجن، نسأل الله العافية والسلامة منهم جميعا. نعم، له ما في السماوات وما في الأرض، ملكه سبحانه وتعالى، ملكه يملك السماوات ويملك الأرض وما فيهما من العوالم، كلها ملك الله جل وعلا، لا يشاركه من ذلك أحد. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما قال الله تعالى الله رضي الله عنه دون الله رضي الله عنه الله رضي الله عنه دون 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 ثالثا تفسير القرآن بأقوال الصحابة، رابعا تفسير القرآن بمقتضى اللغة العربية لأنه نزل بها. هل يحكم من قرأ سورة الإخلاص لكن الله أعلم من حكم القرآن؟ لا، من قرأ سورة الإخلاص ثلاث مرات له فضل قراءة هذه السورة فقط، وليس كأجر من ختم القرآن كل بما في سورة الإخلاص. نعم. نعم. لا له الجهل، هذا الجهل ما يتكلم، الجهل الواجب انه لا يتكلم في كلام الله عز وجل، الجهل يقف ولا يتكلم في كلام الله، يقول احبه كذا ويقف في كذا. نعم. أين الإذن لهم؟ ما الدليل على أن الله أجل لهم؟ يجيب لنا إذن أن الله أجل لفلان من يشفع، يجيب لنا إذن. النبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق يوم القيامة حين يتقدم إليه الخلائق بطلب الشفاعة بفصل القضاء بينهم، لا يشفع ابتداء وإنما يخر ساجدا ويستأذن من ربه ولا يرفع رأسه حتى يقول ارفع رأسه وقل يسمع وصل تعطى واشفع في شفعة. هذا سيد الخلق عليه الصلاة والسلام وأفضل الشفعاء، لم يؤذن له إلى الآن بالشفاعة إلا يوم القيامة حين يسجد بين يدي ربه عز وجل، فكيف يؤذن لغيره من الآن؟ من هو هذا القائل؟ بالله عليكم من هو؟ وما الدليل على إعطاء الشفاعة لفلان أو لعلان؟ هذا من الافتراء على الله وقال على الله بلا علم. نعم، يعني يؤذن لهذا ولا يؤذن للرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم. شفع إلى نفسه سبحانه وتعالى. نعم. الله يعرف الشفاعة على علومها أنها خاصة بالمخلوقين. هذا على علومها، وجل وعلا إذا ثبت هذا فهو شفع إلى نفسه سبحانه وتعالى. نعم. هل أقرأ رسول الله عليه وسلم الرجل الذي يحكم مثل من وضع أحد يدل على نوعية هذا الأمر وعلى هذا الأمر في الحمد لله أو غيرها؟ لم يفعله أحد والجمال أعلم، وغير هذا الصحابي فلو كان مشروعا مطلقا لا فعله غيره،
فهذا الرجل فعله حبا لهذه السورة وفعله مرة واحدة ولا نعلم أن هذا حصل منه بعد ذلك أو من غيره. نعم. لكن لو كان يصلي لنفسه لو كان يصلي لنفسه من الليل واستعمل هذه السورة في صلاته وكررها لا بأس بذلك. نعم. إذا اعتقدها وعمل بها برأته، إذا اعتقدها وعمل بها برأته. ومن وقع منه شرك ولو خفي أو صغير فإنه لم يعمل بها على التمام، عمل بها لكن لم يعمل بها على التمام، بل وقع منه خلل في معناها. أما من عمل بها على التمام برأته من الشرك بلا شك. نعم. كرسي مخلوق مستقل والعرش مخلوق مستقل، ما قلت هذا. نعم. الذي قال ان الكرسي هو العرش خطا، والذي قال ان الكرسي هو العلم خطا، والصواب ان الكرسي مخلوق غير العرش. نعم. هذا الصحيح. ما رايك بالتوازن المادي او المهدي على الانسان في هذه الحياه التي تخرج الفتنه؟ نعم. ما أعرف بذكر الكواكب المهنسية أو المهنسية على الإنسان في هذه الآية التي تخرج من فتنة عز وجل وهي الكون الذي كانت في الكفر. هذا المشلل العجيب والمسلكية. نعم. نعم. هو الشيخ عرفنا أن الولد لا يجوز نسبته إلى الله عز وجل، ولكن هل الولد يعد صفة نقص كما؟ بالنسبة للمخلوقين يعد صفة كما؟ بالنسبة للمخلوقين يعد صفة كمال، الذي لا يولد له يعتبر نقص في حقه. أما بالنسبة للخالق فعدم الولد يعتبر نقص كمال، لأن المخلوق بحاجة إلى الولد، وأما الخالق فليس بحاجة إلى الولد سبحانه وتعالى. فرق بين الخالق والمخلوق. نعم. أبدا الشيخ تفسير الخالق أنه الذي لا جرف له، ألا تعالى فيه امتحان من عقل لأن الله عز وجل. سبحان الله، يا سبحان الله. نقول هذا مقتضى اللغة، أداكم الله مقتضى اللغة، فاللغة نزل بها القرآن ويفسر بها القرآن. إذا لم يوجد التفاسير التي قبلها الثلاثة، تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالحديث، تفسير القرآن بقول الصحابي، إذا لم توجد الثلاثة يفسر بمقتضى اللغة العربية التي نزل بها. هل عقولكم ماشي وشكم ولا تعدوا على اقل الاحوال؟ نعم قد يقرأها ويرتلها ويجودها من أحسن شيء بصوت جيد، والشيطان ملازم له لأنه لم يعمل بها، لأنه لم يعمل بها. لكن المراد من قرأها مستحضرا لها وعاملا لمقتضاها، هذا الذي لا يفهمه الشيطان. وإلا قد يقرأ القرآن من لا يعمل به ومن لا يتجاوز، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من لا يجاوز حناجره. كل من قرأ القرآن يحصل على فوائد القرآن، إنما يحصل على فوائده من عمل به وآمن به وتدبر، هذا الذي يستفيد ويحصل على هذه الفوائد العظيمة. نعم. يعني مجرد قراءة لا، ما يكفي هذا. قراءة مع تدبر، قراءة مع اعتقاد، قراءة مع حضور قلب. نعم. فكر على السلف الصمد بأنه غني عن سواه المفتقر إليه كل من عاده، هل هذا صحيح؟ نعم، الصمد الغني عن الله الذي يفتقر كل واحد منه، تصمد إليه الخلائق بحوائجها. نعم. هذا
الشيطان معناه عرفتم وشرحته لكم، أما الجن فإنه مخيف من الاجتنان وهو الاستكاف لأنهم لا يرون، يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، فسموا جنا لأنهم مستترون عنا لا نراه، من الاجتنان وهو الاستكاف. نعم. تدبر، لما تدبر معناها أدرك أنها أعظم آية بتدبرها، وهذا هو العلم. الفقه في كتاب الله هو العلم، فإذا فقه معنى هذه الآية وعرف أنها أعظم آية في كتاب الله، هو إلهام من الله سبحانه وتعالى وتوفيق من الله، ما في شك، كل شيء من الله عز وجل، الله يكفي. نعم.